هنكمل دلوقتي الجزء الثاني من المحاضرة الأولى بتاعة الكمبيوتر سيكيورتي. خدنا قبل كده التعريف بتاعنا، تمام، وعرفنا يعني ايه كمبيوتر سيكيورتي. جه بقى دلوقتي نعرف واي سيكيورتي، ليه بندرس هذا العلم. سايبر سبيس، الفضاء الإلكتروني بما فيه من شبكات الإنترنت وورك انفيرمنت والإنترنت، is becoming a dangerous place. كل هذه الشبكات، كل هذا الفضاء أصبح مكان خطير جدا جدا. طيب خطير لمين؟ for all organizations and individuals، لكل المؤسسات والأفراد. طيب خطير من ناحية إيه يعني؟ يعني إيه الخطورة بتاعته؟ الخطورة بتاعته يا جماعة إن إحنا دايما بنحاول to protect our sensitive data، نحاول دايما نحمي بياناتنا. طب نحميها من ايه؟ طيب نحميها من كل هذا العدد النيورس بيبل، العدد الرهيب والالات والماكينات اللي بتحاول تاكسس عليك. ده هو ده الخطر يا جماعه، هو ده الخطر، تمام. طب الخطر ده، طيب او البيج دينجر زي ما بيقولوا، يعني هل لازم يجي من اكسترنال بس، يعني من حد خارجي او من مصدر خارجي؟ قال لك لا، ممكن is coming from internal threats، ممكن يجي من تهديد داخلي. from disappointed employees، من شخص او من موظف عندك انت طردته، حصل كيس معينه، ما بيخش مرتب كويس، والراجل عنده authorities كده على حاجه زي ادوار سنودن. ده راجل امريكي امني، لقى ان امريكا بتعمل برنامج تجسس. طبعا أذاع هذا الخبر في كل وكالات الأنباء العالمية، وحاليا هو مطلوب حيا أو ميتا في اليو اس اي، تمام. أهو ده مثال حي للخطر. خطر ممكن مش شرط يكون خارجي، لا ممكن يكون داخلي بطل. طيب بيقول لي إيه بقى؟ one important indicator in the IT skills of a person that wants to hack or breach your security has decreased. بيقول لك النولج بتاعت الهاكر دلوقتي اصبحت في تناقص. ليه طيب؟ قال لك لان الحوار ده مرتبط ب 3 مين فاكتورز، يعني في تلات عوامل كده بيحددوا النولج بتاعت الهاكر ده هتبقى عاليه ويهاجمك ولا ايه الظروف. ففي عندي حاجه اسمها هاكينج تولز، يعني ادوات الهاكينج، في عندي تكنولوجي، في عندي اكسس تو هاكينج انفورميشن مانوالز. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف الشكل ده كده، والحوار ده هيوضح لنا الدنيا. عندي من سنه 1985 في عندي اربعه انديكيتورز كده، في انترنت، وفي سي بي يو سبيد، وفي هاكينج تولز اكسس، وفي هاكر نولج. هنلاحظ في سنه 85 ان الهاكر نولج كانت عاليه جدا. ليه؟ لان الانترنت شبكه لسه بتحبو، السي بي يو سبيد لسه ما فيش بروسيسنج عالي، الهاكينج تولز ما كانش فيه اصلا. اذا لازم الهاكر النولج بتاعته تبقى عاليه جدا. ومن ثم تناقصت لحد في 2015، هنلاقي ان الانترنت والسي بي سبيد والهاكينج تولز موجوده ووفره ومحققه ريكورد عالي جدا، في حين ان النولج بقت قليله لانه مش محتاج. خلاص معالجه سريعه وادوات متوفره، بس جاست ان هو يعرف التول دي بتشتغل ايه ازاي.